بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة العاشرة بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة السائل عين عين، يقول: تراودني يا شيخ دائما بعض الوساوس الشيطانية عن الله، من أوجد الله وغير ذلك. السؤال يا فضيلة الشيخ صالح عن كيفية طرد مثل هذه الوساوس والسبل المجربة في مثل هذا، وهل يخل هذا بعقيدتي؟ وجهونا في ضوء ذلك مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا السؤال وما يعتري الإنسان من الوساوس والأفكار، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى الكلام في الله عز وجل فلتمسك، قل آمنت بالله، انتهي وقل آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه. وقال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. شكى إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يجدون من هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، ذلك محض الإيمان، لأنهم ذكروا له أنهم يكرهون هذا الشيء، وأن أحدهم يود لو ألقي من شاهق ولا يتكلم بهذا. قال: الحمد لله، ذاك صريح الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك من يدعي أو قد يكتب بأن الزواج المبكر ليس من صالح الشاب أو الشابة، ولا بد من تكوين النفس وتكوين المستقبل، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان عنده الاستطاعة للزواج ويخاف على نفسه من العنت، إنه يجب عليه أن يتزوج. وإذا كان الإنسان ليس عنده الاستطاعة للزواج، فإنه ينتظر إلى أن ييسر الله له. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجه، يصبر ويغض بصره يبتعد عن مواطن الفتنة، والله يعينه. قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن بعض الكتب التي تتحدث عن قصص الأنبياء، ويعني يقول: أقوم بقراءتها وهي مأمونة. الكتب التي تحدثت عن قصص الأنبياء أصدقها كتاب الله عز وجل، إنه ذكر أخبار الأنبياء وأممهم. أما من جهة الكتب مثل البداية والنهاية لابن كثير، وكذلك تاريخ الأمم والملوك لابن جرير، وقد جاء بعض العلماء واستخرج قصص الأنبياء كتاب مستقل من البداية والنهاية لابن كثير، هل تراجعها؟ نعم. أخيرا يسأل عن كتاب المغني، ما رأيكم فيه يا شيخ؟ المغني لابن قدامة الحنبلي، هذا موسوعة فقهية من المراجع الكبار ومن دواوين الفقه، دواوين الإسلام التي يرجع إليها في مسائل الفقه، فهو مرجع عظيم وموسوعة فقهية عظيمة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت تقول: فضيلة الشيخ، هناك من يقول بأن الأشخاص الذين يخافون من العين هم أكثر الأشخاص الذين يعرضون لها، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، إذا صار عندهم تخوف من العين يصيبهم الوسواس والشكوك، وقد يبتلون ويصابون بالعين، فعليهم أن يتوكلوا على الله وأن يستعيذوا بالله من شر الأشرار وكيد الفجار. عليهم بالورد في الصباح والمساء، بقراءة الإخلاص، سورة الإخلاص والمعوذتين، سورة الفلق فيها الاستعاذة
من السواحر، نفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد، وسورة الناس فيها الاستعاذة من الوسواس. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو أحمد يقول: بعض الجوالات الشيخ صالح يوضع فيها القرآن كاملا والأحاديث النبوية الشريفة، فهل يجوز الدخول بها إلى دورات المياه، وما رأيكم بذلك؟ لا بأس بذلك، لأنها ليست مصاحف، إنما هي تسجيلات داخل الجوالات، هي ليست مصاحف ولا تأخذ حكم المصحف. نعم. يقول: بالنسبة لقراءتي من الجوال في المسجد، أيهما أفضل، من المصحف أو من الجوال؟ الأسهل عليك، الأفضل الأسهل عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة لحكم لبس النعال في المقبرة، أقصد هل هي على الكراهة أم على التحريم؟ لا بأس بلبس النعال في المقبرة، سيما إذا كان في شدة الحرارة والرمضة، أو كان في المقابر شوك أو حصى، يلبس للوقاية، ولكن لا يدوس على القبور، لا يدوس على القبور، سواء عليه نعال أو كان غير منتعل. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إهانة القبور والجلوس عليها. نعم. حفظكم الله، هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم القول عند الدعاء مثلا: إن شاء الله يرزق فلان الولد، وتكرار مثل هذا، وهل هذا يدخل تحت النهي؟ الدعاء لا تدخل فيه كلمة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، إن الله لا مكره له، فلا يأتي بالمشيئة أو يعلق على المشيئة، لأن الله جل وعلا لا مكره له، هو يعطي عطاء جزيلا ولا ينقص ذلك مما عنده، ويفرح بسؤال عباده، يفرح بإلحاح عبده ودعائه له، خلاف المخلوق فإنه يتبرم ويكره سؤال السائل، هذا في المخلوق، أما في الله جل وعلا فإنه كريم جواد غني لا ينفد ما عنده سبحانه، وهو يحب السائلين، يحب الذين يلحون بالسؤال، لأن هذا عبادة لله عز وجل، وهو كريم رحيم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، الأخ بشير من السودان يسأل عن الآيات الأولى في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض وثقالها، وقال الإنسان ما لها. نعم، السورة واضحة، تتحدث عن ما يحصل عند قيام الساعة، أن الأرض تزلزل وتدك وترج وتتقطع، كما أخبر الله بذلك. الزلزال معروف، وحركة الأرض واضطراب الأرض بعد أن كانت قرارا ثابتة. وأخرجت الأرض وأثقالها، ما فيها من الأموات، ومن ما في بطنها من الأموات ومن الكنوز، تخرجه يوم القيامة عند قيام الساعة. وقال الإنسان ما لها، الإنسان يسأل في ذاك الوقت وهذا الهول، ما هو السبب الذي سبب للأرض هذا الشيء وهذا العجب؟ قال الله جل وعلا: لأن ربك أوحى لها، هذا هو السبب، أن الله أمرها بهذا وأوحى إليها، إيحاء إلهام وإيحاء تدبير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أريد منكم نصيحة لتجنب فتنة النساء، وكيف يقي الشاب المسلم هذه الفتنة من هؤلاء النساء؟ يبتعد عنهن، لا يجالسهن ولا يخالطهن، ويحذر من الاختلاط بالنساء في المكاتب أو في الأسواق أو حتى في المساجد، ولذلك أمرت النساء بأن تكون خلف الرجال، يعتزلن الرجال، فيبتعد عن مخالطة النساء والاحتكاك بهن والنظر إليهن، النظر إليهن لا سيما إذا كنا سافرات، كاسيات، عاريات، فإن الفتنة أشد بهن. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. لا يتكلم معهن كلاما فيه مداعبة، فيه مغازلة، يبتعد عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم، الأخ عبد العزيز يقول: فضيلة الشيخ، أنا في النهار أحفظ القرآن، وفي الليل بعد العشاء أقوم فأصلي النافلة، وفي نيتي كي يثبت ما حفظت من القرآن، فما حكم صلاتي بهذه النية؟ هذا كله عبادة، حفظك للقرآن وتلاوتك له وصلاة الليل كله عبادات ولله الحمد، فداوم على هذا. نعم. عبد الله العتيبي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أحفظ المتون العلمية مع الشروح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ليس الشأن في الحفظ،
الشأن في وجود العلماء الذين يوضحون لك هذه الكتب ويشرحونها لك شرحا صحيحا. فإذا وجدت معلما بهذه المثابة فاحفظ الكتاب الذي تقرأه عليه من المختصرات المهيئة للحفظ، لأن العلماء رحمهم الله ألفوا في كل فن مختصرات للحفظ، في الفقه، في النحو، في أصول التفسير، في المصطلح، في إلى آخره. نعم. يقول الأخ محمد أحمد: نرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة للأمة بخصوص كذبة إبريل وانتشارها وتداول ذلك بين الناس. الكذب كله لا يجوز إلا ما استثني من الأحوال الثلاث: إصلاح ذات البين، الزوج على زوجته لأجل العشرة، لأجل صلاح العشرة، السلامة من ظلم الظالم بالتورية، وأما ما عدا ذلك فالكذب محرم. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في الحديث إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، إن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فلا يتهاون الإنسان بالكذب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ صالح عن الحياء المحمود والحياء المذموم، وهل يمنع هذا الحياء من الخير؟ الحياء المحمود الذي يكف عن الشر وعن المحاذير، هذا هو الحياء المحمود، هو شعبة من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء الذي يكفك عما يشينك ويدنسك هذا محمود، وهذا من الإيمان. وأما الحياء المذموم فهو الذي يمنع من طلب العلم ويمنع من سؤال أهل العلم عند الحاجة، هذا هو المذموم. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل يا شيخ يقول: ما المقصود بقذف المحصنات الغافلات أحسن الله إليكم؟ رميهن بالزنا، مقصود بذلك رميهن بالزنا، والمحصنات العفيفات عن الزنا، رميهن من كبائر الذنوب، من السبع الموبقات كما عده النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بجلد القاذف 80 جلدة إذا لم يأتي بأربعة شهود يشهدون على ما يقول ويثبتونه. نعم. يقول الشيخ: بالنسبة لأثر الإخلاص في العبادة، حدثونا عن الأثار المترتبة عليه، وإذا لم يستحضر الإنسان الإخلاص هل له أجر؟ أثر الإخلاص في العبادة عظيم، لأنه سبب لقبولها عند الله عز وجل، فإن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، يسبب له دخول الجنة بإخلاصه ونيته، ويسبب له خيرات كثيرة. إذا لم يستحضر الإخلاص لا يمكن أنه يعمل إلا وهو مستحضر للإخلاص، إذا عمل بدون إخلاص فعمله مردود، لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وفي الحديث: لا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهن. نعم. يسأل عن الصفة الشرعية للتعامل مع الميت لحظة وفاته. الصفة الشرعية أنه عند احتضاره يلقن لا إله إلا الله، لتكون آخر كلامه من الدنيا، فيدخل الجنة لذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث صحيح. فإذا مات فإنه تغمض عيناه الجاحظتان والمفتوحتان، وتنزع ثيابه لئلا يفسد جسمه ويتعفن، فيسجى بثوب، وتوارى عورته ويسجى بثوب حتى يجهز، ويبادر في تجهيزه وحمله إلى القبر، ويبادر بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، وأيضا الصلاة عليه وحمله ودفنه وتغسيله وتكفينه، والصلاة عليه حمله ودفنه، كل هذا مما يجب عمله للميت بعد موته. فالميت له حق على إخوانه المسلمين أن يقوموا بتجهيزه، ومن تغسيل وتكفين وحفر قبر، صلاة عليه، الدعاء له. نعم. له فقرة متعلقة بهذا السؤال يا شيخ، يقول: من أولى الناس بتغسيله؟ وصيه، أولى الناس بتغسيله وصيه، ثم أقرب أقاربه إليه من الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يسأل هذا، يقول: يتردد على ألسنة بعض الناس حديث
الحديث إذا كان صحيح خير الأسماء ما حمد وعبد، وماذا ورد في ذلك؟ الحديث بهذا اللفظ غير صحيح. الحديث الصحيح خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام، هذا لفظ الحديث عبد الله وعبد الرحمن. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله أحمد مقيم بالرياض يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هل هذا حديث؟ الذي يعرفه أن هذا من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، وما معناه شيخ؟ أن بذل المعروف يدفع الله به السوء عن صاحبه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل يمني مقيم بالرياض: أيهما أفضل للذي يريد الحج لأول مرة، أن يحج مفردا أم متمتعا أم قارنا؟ الأفضل لكل حاج أول مرة وثاني مرة وأكثر تمتع، يعني يأتي بعمرة ثم يتحلل منها بعد أداء مناسكها ثم يحرم بالحج ويفدي، يذبح فدية، هذا هو أفضل الأنساك. نعم، جزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ، بالنسبة للرقية الصحيحة، هل على الإنسان أن يرقي هو بنفسه على أولاده أو على زوجته، أم يذهب للرقاة إذا كان منهم مأمونا؟ إذا كان يحسن الرقية أنه يرقي نفسه ويرقي أولاده ويرقي إخوانه المسلمين، أما إذا كان لا يحسن الرقية واحتاج إليها فلا بأس أن يطلب من أحد إخوانه الذين يتقنون الرقية ويحسنونها أن يرقوه، لأنها سبب من أسباب الشفاء بإذن الله. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما نصيحة الشيخ صالح للإخوة الذين يتهاونون بشأن صلاة الاستسقاء؟ الذين يتهاونون بشأن صلاة الاستسقاء يفوتهم خير كثير، وأيضا هذا يدل على أنهم لا يهتمون بأحوال إخوانهم المسلمين المحتاجين، ولا يهتمون بما يصيب البهائم، ما يصيب الزروع، ما يصيب الآبار من قلة المياه، فهو يعني غافل عن هذه الأمور، وربما يغلب عليه الكسل لينام ويترك الاستسقاء. سنة مؤكدة، آكد التطوع كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، هذه آكد صلوات التطوع. فصلاة الاستسقاء تأتي بالدرجة الثانية في الآكدية بعد صلاة الكسوف. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا البرنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.